السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم في الحجر الصحي؟ أتعلمون ما أكثر شيء اشتقت إليه في هذا الحجر الصحي؟ إنها زيارتي لقريتي دورنا بمدينة تونات. فطور شهي في صباح ربيعي دافئ بين أحضان طبيعة قبائل جبالة، قطع من الخبز الساخن من يد زوجة عمي ربيعة المغمسة في زيت الزيتون. يا الله، أحس بطعمها اللذيذ في فمي وسط عائلتي على المائدة. كما تعلمون، قبائل جبالة تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على الإنتاج الفلاحي، خصوصا إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، فنجد أنه على طول السنة هناك مواسم جني مختلفة لمنتوجات زراعية متنوعة، فهناك الخروب وهناك التين، وكذلك موسم حصاد حبات القمح، الشعير، العدس، الفول والحمص. ويبقى موسم جني الزيتون هو الأكثر تميزا، فهو احتفال كبير بالرغم من صعوبة العملية، وغير أن هذه الاحتفالية الكبيرة ترافقها جريمة بشعة في حق الطبيعة التي احتضنتنا وأطعمتنا خيراتها. إن عملية عصر الزيتون سواء بالطرق التقليدية أو العصرية من الصناعات الملوثة، حيث يتوالد عنها نوعان من النفايات، نفايات صلبة تستخدم في التدفئة وفي صناعة الأعلاف وغيرها، ونفايات أخرى سائلة تسمى المرج، تحتوي على كميات ضخمة من الملوثات، وتكمن خطورة مخلفات معاصر الزيتون في التخلص العشوائي منها، حيث هناك من يتخلص منها مباشرة في المجاري المائية. الشيء الذي يشكل خطرا داهما على البيئة وعلى التربة والمياه الجوفية والسطحية والينابيع، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على الهواء. هناك حلول للتخلص من هذه المواد السامة فقط على أرباب المعاصر، التخلي عن الأنانية والتحلي بالالتزام وحس المسؤولية تجاه الطبيعة.